قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ما أمر فرعون برشيد؟ من هو فرعون؟ هو رجل استعبد الناس وفرقهم ليسهل تسلطه عليهم، كما قال الله تبارك وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يعني يستفيد من الطائفية ويذلهم. وقال موسى: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. موسى يخاطب فرعون ويقول له عندما قال: لم نربك فينا صغيرا وليدا، قال: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني جعلتهم عبيدا. وهنا توضح الآية ما معنى العبودية. العبودية أن يخضع الناس لإرادة إنسان أو جماعة يسمونه في العصر الحاضر دكتاتورية، فهذه هي الفرعونية أو العبودية. وكل من كان على شاكلة فرعون يصح أن يقال له فرعون. كل من كان على شاكلة فرعون يصح أن يقال له فرعون. وقد أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي جهل اسم فرعون هذه الأمة، قال عنه: هو فرعون هذه الأمة، يعني هو الرجل المتسلط في هذه الأمة. إذن من يتسلط على الناس يمكن أن نطلق عليه اسم فرعون إذا كان تسلطه مباشرا، لأن تسلط الإنسان على الإنسان إما أن يكون مباشرا وهو مثل فرعون الذي ذكر الله قصته في القرآن، وإما أن يكون غير مباشر، لأن بعض الناس لا يخضعون بسهولة فيخترعون لهم أصناما على مر الأيام، أو شعار يأخذ قداسة مثل الصنم، مثل ما يقولون للناس وحدة حرية اشتراكية ويعطونها قداسة معينة. إذا واحد تكلم قال لهم: أين الحرية؟ أعوذ بالله، أنت تتكلم عن الشعار الحرية؟ هل رأى أحد من الناس الذين يعيشون تحت هذا الشعار شيئا من الحرية؟ لا والله، إلا حرية المتصرف الذي يسمونه القائد الملهم، يعني البقية عبيد، هذه ليست حرية. اشتراكية، هل اشترك الناس في المال؟ اشتركوا في الفقر والذل والمهانة. إذن أصبح هذا الشعار لا يراد به تطبيق يعني أحروفه وكلماته الجميلة، إنما يراد به أن يتسلط الإنسان من ورائه ومن وراء الحزب الذي يعني يتسلط على البشر. فعندما عندنا في سوريا مثلا، عندما انكشف ستار الشعار، يعني الصنم بطل، شعر الناس بالظلم والمهانة والذل وثاروا، أصبح الحكم فرعونيا. فرعون صار يقتل ويضرب حتى يزل الناس ويخضعون لسلطانهم ويستعبدهم. والأديان السماوية جميعا جاءت لتحرر الإنسان من تسلط الإنسان، سواء كان تسلط مباشر أو غير مباشر. كل الأنبياء جاءوا بلا إله إلا الله، قال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما جئت به أنا والنبيين من قبل والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، يعني لا طاعة إلا لله ولا خضوع إلا لله. فلنرى كيف أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى فرعون
يترك التسلط على بني إسرائيل فيتحرر من سلطانه ويعبدون الله. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، أي بأدلتنا على توحيد الله، على توحيدنا وكذب كل من ادعى الربوبية والألوهية، أي الطاعة له فهو كاذب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا بأدلتنا وسلطان مبين وحجة دامغة وقوة قاهرة، كالعصا واليد، يرمي عصاه فتصبح ثعبان هائل، يجعل يده في جيبه أي في فتحة صدره فتخرج منيرة ليست من مرض البياض، إنما تنير كالكهرباء كالضوء. لمن أرسله الله سيدنا موسى؟ إلى فرعون وملئه، إلى فرعون وأكابر أتباعه وأشراف قومه. إلى ما دعاهم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام؟ إلى فرعون وملئه، يدعوهم إلى الله وإلى طاعة الله، فاتبعوا أمر فرعون. مثل بعض الناس الذي يأمرهم فرعون، الحديث عندنا كل من كان على شكلة فرعون وتسلط بشكل مباشر وطار الشعار وطار الحزب صار عندنا فرعون، فكل من فعل مثل هذا الفعل فهو فرعون في نظر القرآن، القرآن واضح. ومن يتبع فرعون ويطيعه، اقتل فلان، دمر كذا، اخصف في الطيران كذا، هذا الذي يتبع فرعون يتبع الباطل. فيقول الله تبارك وتعالى: فاتبعوا أمر فرعون، يعني بدل أن يطيعوا الله الذي حرم القتل، حرم الإيذاء، حرم كذا، حرم التسلط، اتبعوا أمر فرعون. وما أمر فرعون برشيد، ليس أمر فرعون بسديد، ولا حميد العاقبة، ولا طريقته في الحياة طريقة صحيحة. لا توجد طريقة صحيحة في الحياة إلا الحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى على الأنبياء والرسل، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فمن زعم، عندما الناس ساروا مثلا عندنا في سوريا ساروا ضد فرعون، من زعم أنه بده يجي أحسن منه، كنا نقول لهم: هل أتى أو سيأتي أنجس منه وأغلظ منه وأكفر منه وأكثر جرما؟ وجد من الحكام من يقتل 2-3 ليخوف الناس. أبوه قتل عدد، دمر مدينة حماة، هذا دمر سوريا كلها والعياذ بالله تعالى. يقدم قومه يوم القيامة، هذول الزعماء المتسلطون، ليس الأمر وضعهم في الدنيا ولكن يوم القيامة. يقدم قومه يوم القيامة حتى يدخلهم النار، يمشي أمامهم، فأوردهم النار، أي أدخلهم النار، هكذا يقول الله تبارك وتعالى. وبئس الورد المورود، قبل بئس أو قبح، قبح المدخل الذي يدخلهم فيه فرعون، يدخل جماعته وحزبه وجيشه سيدخلون النار. والغريب أن بعض المشايخ من يتكلم على المنبر كأنه هذه أمر يهم المسلمين، أن يعني يخلص فرعون من النار، فيقول لهم فرعون يدخل الجنة، عندما يقرؤون الآية القرآنية فأوردهم النار، يقول وصلهم للنار ويرجع. ليش خيه؟ هو أكثر جرما منهم وهو آمرهم، هل الله غير عادل حتى يوصل الأتباع وجنود فرعون إلى النار ويرجع هو يدخل الجنة؟ لا، هو أولهم يدخل. الآية تدل على فأوردهم النار، يعني مشي معهم ودخل أولهم النار. وبئس الورد المورود، قبح المدخول فيه الذي يدخلهم إياه ويدخل معهم. ثم يقول سبحانه وتعالى: وأتبعوا في هذه لعنة. أتبعوا يعني فرعون وجنوده، ومن يفتي بقوله ومن يشجعه على ظلمه وطغيانه. أتبعوا في هذه، أي في هذه الدنيا، لعنة، يعني الناس تلعنهم. أما تسمعون يا إخواني، التي مات ابنها والتي مات زوجها تقول: الله يلعنك يا كذا يا فلان، الله يلعنك يا شيخ فلان الذي تفتي بالظلم لهذا الطاغية. هذا ما يقوله الله سبحانه وتعالى. العاقل المتفتح القلب والعقل يرى تفسير القرآن بعينه، يبصره، وهذا دليل إعجاز القرآن. فأتبعهم يوم وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، أي يلعنهم الناس المظلومين المظلومون. ويوم القيامة، هذا في الدنيا اللعن، يسبوا عليهم ويدعون عليهم، الدعاء مستمر على الطاغية
واللي لا يصدق يتصل بالناس المهجرين والمقلعين والميت أبوه الأيتام والكذا، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، أي أتبعوا في الآخرة لعنة مثل لعنة الدنيا، فطردهم الله من رحمته وأدخلهم النار. بئس الرفد المرفود، أي بئس ما اجتمع لهم وترادف عليهم، المرفود الرفد، بئس ما اجتمع عليهم لعنة الدنيا ولعنة الآخرة. ذلك من أنباء القرى، من أنباء الأمم الماضية يا محمد ويا من آمن بمحمد، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك. القرآن يبين لنا تسلط الإنسان على الإنسان بشكل مباشر، وماذا حصل لفرعون؟ دمره الله. كل إنسان يقرأ القرآن يعرف نتيجته، أما الذي لا يؤمن في القرآن سيدخل جهنم، عند ذلك يتذكر ولا ينفعه التذكر. ذلك من أنباء القرى، أي التي أهلكناها، نقصه عليك، منها قائم له آثار باقية. شوفوا الأهرامات تبعت فرعون موجودة، وحصيد، أي بعض الأمم أصبحت آثارها ممحية، دمره الله أهلكهم ولا يوجد لهم وجود نهائيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل على فرعوننا وعلى بقية الفراعنة في الدول الإسلامية، لأن هناك بعض الفراعنة، نسأل الله أن يدمرهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم عبرة لمن يعتبر، نسأل الله أن يلعنهم في الدنيا والآخرة كما أخبرنا الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. Thank you.